الساعة 3 إلا 10. البوسي نزل. نزل وين؟ بالنسور. ليش بالنسور؟ وليش بثلاثة بالليل؟ ليش ما راح للتحرير؟ زين من نزل ليش جايب وياه الجيش كله؟ لعد الجيش بالتحرير وين؟ جايب وياه كلها عماد ورتب وجايب تصوير وفيديوهات. والله انا نزلت. نزلت على شنو نزلت سترتك على شنو؟ عم احنا نريد ننزعك من الكرسي، روح بطل. ولا لا اي لا اي منشور، لا اي منشور ولا اي شيء يندز لكم الصدو. هذا انسان منافق جاي هنا سمع له واحد اثنين ثلاثه وراح. هذا باطل، شخص باطل. رجع يبرر اللي سواه قبل اسبوعين، قال انزع سترتي. احنا ما نريد ينزع سترته، نريد يبطل يعوفه. هذا عواله قال ساحه النسور حلو وروح افتر لي بالشعله بالمدينه. اذا مو سيارتك يقوم الصدر مالتها. ها حبيبي اي منشور يوصلكم على هذا الحلبوسي. وهسه يمكن راح يفتر، راح يفتر بكلها. بس اللي يفتر مو يفتر بثلاثه بالليل. وهو قال انا راح انزل المتظاهرين، اول مره اشوف متظاهر عليه حمايه. انت مو من عندنا، مو من الشعب، مو حالك حالي، مخرجين احنا تنزل وياك عماد وعقداء، اول يعني ماكو عميد ركن يحمي